التحدي إلى اللحد. عشرات السنين من حياتنا تمر بسرعة شديدة وكأنها يوم أو بعض يوم. خلال هذه الفترة كل واحد مننا بمر بصراع أو قضية مركزية يتأثر ويؤثر فيها. كيف حنتعامل مع هذه القضية؟ وهل سننتصر على صراعاتنا ونصل للسلام الداخلي أم لا؟ هذا هو الجهاد الحقيقي في ألبوم الحياة. في أسباب كتير لأنك تفشل في الحياة. يمكن تفشل لأنك ما بذلت جهد كافي، أو لأنك بذلت جهد أكبر من المطلوب. يمكن زاوية نظرتك للأمور كانت خاطئة، أو يكون في عوامل خارجية، أو بكل بساطة لأنك شخص بتعاني اللي بعاني. سوء الحظ رافقني منذ الولادة. في البداية كنت أعتقد أن الموضوع عبارة عن صدف متكاملة وحوادث فردية ممكن أي طفل في عمري يتعرض لها. لكن الموضوع تكرر وبرضو كان ممكن أتغاضى عنه لولا أنه استمر معي حتى لما كبرت. حلمي كان أني أكون مهندس بحري، لكن فرقت معي على عشر واحد فدخلت الكلية اللي ما بدي إياها. مع هيك ما يئست، درست واجتهدت، ولما تخرجت كان في وظيفة حلم اتقدمت لها. ومع أني بذلت كل شي بقدر عليه إلا أني خسرتها لصالح زميل أقل مني. حتى البنت اللي حبيتها كنت دايماً متأخر خطوة عن النجاح، وكان لازم يكون في سبب منطقي لكل الأشياء هاي، تفسير يوضح ليش كل الناس مبسوطين في حياتهم إلا أنا. أنت يا بني محسود والحسد مذكور في القرآن. تفسير منطقي جداً لكل سوء الحظ هذا. وبما أنه فهم السؤال نصف الإجابة، باقي النصف الآخر، العلاج من الحسد. أول شيء جربته كان الأعشاب، ومع إنها مفيدة جداً للجهاز الهضمي إلا إنها ما حلت الموضوع بشكل كامل، فجربت بعدها البخور، الزنجبيل، الزعفران، الثوم، الزيت، البيض، الملح، وكتير أشياء لكن بدون فائدة. أنت يا ابن مسحور وهذا من الدين، قال تعالى: ويعلمون الناس السحر، لكن إن شاء الله نفك السحر عنك. استنتاج منطقي فعلا، لكن المشكلة إنه علاجه كان أصعب شوي من علاج الحسد. ولا يفلح الساحر حيث أتى. كان علاج مكثف لكن برضو ما جاب نتيجة. ما تكمل كلامك يا ابني، ما تكمل كلامك. انت يا ابني متلبسك جني، هذا الجني متلبسك من انت صغير، وهذا الجني ما بيطلع غير على ايدي انا بإذن الله تعالى. كلام الشيخ كان صحيح، الموضوع لا حسد ولا سحر، كيف ما فكرت فيها من قبل. أكيد الجني هو سبب كل إشي، بسببه خسرت زواجي من البنت اللي بحبها، وبسببه خسرت وظيفة شركة النفط، هو اللي خلاني ما أجيب معدل مظبوط، يمكن حتى هو اللي كان يأخرني عن المدرسة، ويمكن هو نفسه الغراب اللي أخذ أكلي، هو اللي لا شك كان وراء كل شيء سيء في حياتي، هو اللي خلاني أعيش كل هاي السنين وأنا محروم أستمتع زي الناس وأعيش وأنا
أرى قبهم بس، وما عندي أدنى شك إنه هو اللي تسبب بالحادث. لكن ملحوقة بإذن الله، ناوي أول ما أطلع من المستشفى بإذن الله أمر على الشيخ يطلعه. جايك يا الجني.